هنعمل الموسم هيبقى موسم ممسوح. طب خلينا نعمل ستوب معاك على النقطه دي. معايا الست اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه على الهاتف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير كابتن احمد. ازيك يا فندم؟ ازيك ست المحافظ؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اولا شاكرين لاستجابتك السريعه في الرد على يعني مشكله احد ابناء الاسماعيليه، وانه عندكم مركز شباب الاسماعيليه وخدوا بيه تخصيص وكل شيء، وبعدين فوجئوا امبارح انه بعض الاباطره داخلين وعايزين يحفروا وعايزين يستولوا على الارض ويقيموا فيها منشات وعمارات سكنيه يا فندم. طيب هو الاول بس يعني انا بمسي على على احمد بيه معاك في الاستوديو. نور يا فندم. الله يخليك. اتفضل. انا بس بتفق مع الاخ المتصل، لان انا سمعت ان هو قال لحضرتك ان المحافظ الجديد ما عندوش يعني ما كانش عنده فكره عن الموضوع. انا فعلا لغايه امبارح كانت ما عنديش معلومه عن ان في مشكله خاصه بالموضوع كويس. لكن هو امبارح وصلتني المعلومه نتيجه ان هم عملوا تصرف وطلعوا وقفوا على الطريق وحطوا خشب وبعت لهم ناس خلوهم من الموقف. يعني موقف انا مش راضي عنه قوي في تصرفه. اكيد اكيد طبعا. لكن لكن انا وانا ما بحبش يعني ان يبقى ده ردود افعال ايا كان، لو الدراع مش مقبول بطريقه وبالتالي انا عرفت الموقف. هو الموضوع باختصار فعلا ان مركز شباب اسمه مركز شباب البر الثاني ده في عزبه البهتين ده من 2008 طلع له قرار تخصيص بقطعه ارض مجاوره. كويس. ولما صدر قرار التخصيص ظهرت عليه موجه من المنازعات. والموجه دي من المنازعات من اكتر من جهه او من اكتر من شخص بيدعوا ملكيتهم للارض. وصلنا لحاله ان الارض عليها ثلاث انواع من الحالات. جزء خد احكام نهائيه. يعني حتى بالعرض على المستشار القانوني قال لي ان لا مناص من تنفيذ الحكم، لان الحكم خد شكله النهائي بعد كل الاعتراضات ومراحل القضاء اللي اتخذت من قبل المحافظه في التوقيت ده. وبالتالي لما حصل كده طلع للناس دي ترخيص على الجزء ده بالبناء. تمام. نتيجه ان هم ثبت ملكيتهم من خلال الحكم القضائي. نعم. الجزء الاخر عليه لا زال منازعات واحنا اطراف فيها. نعم. والمحافظه واخده اجراء حتى لو فيها ملكيات خاصه هنعمل نزع ملكيه عشان حلو تضاف للمركز. حلو الشيء. كويس جميل. لصالح المنفعه العامه. تمام. الجزء الاخر والثالث دول 12 ايراد ما عليهمش اي نزاعات طبقا للي وصلني من كلام. وبالتالي نعتبر لنا سيطره كامله عليها. وانا قلت اوامري النهارده ان نبدا خلال الساعات اللي جايه نعمل سور ونضمها لمركز الشباب. ممتاز. تمام. نعم. زائد ان انا امبارح اديت قرار وطلعته بتشكيل لجنه من رئيس الحي اللي هو حي اول ومدير مديريه الشباب والرياضه ومعاهم مدير التخطيط العمراني ومدير الشؤون القانونيه. نعم. عشان اللجنه ديت هتجيب لي الموقف كامل. كويس. رفع مساحه للارض بحيث ان انا اتاكد ان مفيش حد خد اي حق من حقوق الدوله. حلو قوي. لكن لو طلع ان في حقوق شخصيه او حقوق ملكيه خاصه انا هتوقف قدامها، لان انا مش ما املكش ان انا اللي في ايدينا دلوقتي مؤكد ال 12 ايراد. اللي مؤكد 12 ايراد. وبالتالي احنا هنبدا عليها. طيب كويس. ده كلام محترم، كلام محترم، وخلينا نمشي بالقانون، ما حدش فوق القانون يا سيادة المحافظ. تمام كده. النقطة الثانية اخبار المسجد ايه بتاع حسني عبد رب؟ لا ماشي يا باشا، والاجراءات وانا رجعت مع المسؤولين الاجراءات بتتخذ وهيفتتح ان شاء الله قريب، وهنبقى مع الكابتن حسني في الجامع. هنيجي نصلي مع حضرتك الجمعة. انا عايز اضيف لك بقى ان احنا ان شاء الله عندنا حاجة كده جميلة في الاسماعيلية اضافية، ان انا عندي مركز شباب ابو صوير امبارح انا كنت فيه. ده اول مجموعته في المجتمع. ده صحيح ومنفردا. ده صحيح. ومركز شباب. بشويه شباب والله زي الفل. زي الفل. نعم. والله لا 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 عايزين مقابل ولا بيلعبوا عشان خاطر حاجه غير ان هم بيرفعوا عايزين يرفعوا. نعم. لاول مره في التاريخ يرفعوا اسم بلد او قريه بقت مركز. ويسجلوها تاريخيا. انا كنت في وسطهم امبارح ومعاهم في الملعب وفهمتهم ان انا معضد وفي ظهرهم لغايه ما ربنا يكرمنا ونوصل للانجاز ده عشان يبقى عندنا على الاقل اثنين نادي في الدوري الممتاز خلال
البطوله الجايه باذن الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر ست المحافظ على كل هذا الكلام الجميل ست اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه.